بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة في دقيقة. كعادتنا أيها الأحبة في أيام رمضان، هناك مواد ضروري أن نأخذها ولو مرة بالأسبوع أو مرة بالشهر، ولكن للأسف كثير من الناس يغفل عنها. النبي نبهنا إليها قبل 14 قرنا، والأطباء اليوم أيضا يؤكدون صدق ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. الخل يعتبر مادة مطهرة وقاتلة للجراثيم، ورخيصة وآمنة إذا استخدم بكميات يعني محدودة. وحسب يعني دراسة جديدة، فإن تناول كمية قليلة من الخل، خل التفاح بالتحديد يعني، مع الطعام يؤثر إيجابيا على الجسم ويعالج التسمم الغذائي. الباحثون لاحظوا أيضا أن تناول الخل بكمية قليلة بشكل يكون مذاب مع الماء لنخفف من مفعوله، إذا كان مع السلطات مع الطعام لا مشكلة، يخفض سكر الدم أيضا ويعالج الالتهابات. من أجل هذه الفوائد نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن هذه المادة الغذائية الضرورية والمعقمة والمطهرة. قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: نعم الإدام الخل. لذلك لا تنسوا هذه المادة الرخيصة والطبيعية والمهمة جدا على موائدكم. نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.